تكون عارف نفسك؟ ايه انا اسمي تامر قناوي، انا صيدلي. اهلا وسهلا. النهارده الخميس، مظبوط. دورك ايه؟ لان انا شايف ان الميدان بدا يمتلئ بالخيام والشباب والروح، دورك ايه النهارده؟ انا سعيد الحقيقه. يعني عندنا توقعات بكره باذن الله ان الامور هتبقى اكبر واكبر كمان، لان لسه المحافظات كلها جايه مع يعني دول النشاطين اللي هنعرفهم اللي موجودين في الميدان لحد دلوقتي، لكن باذن الله الميدان هيمتلئ. والدعوه معمول لها من قبل كده من يوم 27/5، وواضح انها جابت نتيجه كويسه، واحنا سعداء جدا بالروح دي طبعا، ونتمنى ان الاعداد تبقى اكتر واكتر باذن الله. اهم المطالب والاولويات؟ عداله اجتماعيه، المطالب الاقتصاديه، الموازنه اللي لازم تتعاد هيكلتها، دي يعني اولوياتي الحقيقه. في مطالب كتير، يعني الثوره لم تحقق اي من مطالبها بعد، غير سقوط طبعا حسني مبارك اللي هو لا يعني شيء بالنسبه لي، يعني ما زال النظام قائم بفساده بديوله بطريقته في التعامل مع الشعب، بمعنى انه مساله الموازنه اذا حضرتك بصيت عليها يعني هتجد انها ما فيش اي انحياز للطبقات الاقل او انحياز للقضايا الكبيره اللي زي التعليم والصحه. عندنا مشاكل كبيره قوي في الموازنه لازم يتعاد هيكلتها، عندنا مشاكل قويه جدا في الدخول في هذه الموازنه ما عليهاش عليها كثير من علامات الاستفهام، عندنا مشاكل كثيره جدا مع مساله الاسعار وارتفاع الاسعار الغير مبرر اقتصاديا، يعني ارتفاع الاسعار الواضح اللي الناس كلها حاسه بيه ده ملوش اي تبرير اقتصادي، بمعنى ما فيش معدل تضخم ما زال كما هو، حاجات زي كده دي راجعه لاحتكارات ما زال المفسدون يمارسوا فسادهم. النهارده عندنا في المنوفيه اسعار الاسمده زايده جدا، اسعار السلع الاساسيه في ارتفاع مستمر بلا اي مبرر، وكان المحتكرين زادوا في احتكاراتهم، واحنا الحكومات بتبقى وظيفتها انها تنظم عمليات الاقتصاديه، ده من المقام الاول، وده مش حاصل. فدي اهم مطالبي الحقيقه النهارده، المطالب اللي مع الشعب، مطالب الناس، دي مطالب الشارع. الناس كارهه الثوره عشان كده، الناس مش حاسه بالتغيير عشان مش شايفين تغيير اقتصادي لمسهم. طبعا طريقه الشرطه وتعاملها معانا في اخر يوم، يوم الثلاث، نشكرهم الحقيقه على يعني ان هم اظهروا وجههم القبيح اللي احنا عارفين ان هو ما اتغيرش. في ناس كتير اظهرت تغيير، يعني مش عايزين نظلم الناس يعني كلها، بس عندنا واضح ان السياسات الاساسيه الرئيسيه موجوده اللي هو التعامل القمعي معانا كانهم احسن مننا او كانهم افضل مننا، وده مش حقيقي. فاحنا يعني جايين عشان كده، دي المطالب الاساسيه. انا حاسس ان شاء الله بكره هيحصل تغيير شديد يعني باذن الله. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا ليك يا فندم.